والفقر المدقع الذي تمر به بلادنا منذ سنوات عديدة على مدى العقدين الماضيين، حيث أن الإناث أو الفتيات التي تزوجن تحت سن 18 وصلت نسبتهن إلى 60%، والفتيات التي تزوجنهن تحت سن 15 وصلت نسبتهن إلى 30 و40%. هذا ردي على سؤالي، حيث وقد نشر مركز الجزيرة لدراسة حقوق الإنسان دراسة قامت مؤسسة فريدريش شيبرت الألمانية بتتجهه، ويقول أن نسبة الأمية لا زالت تمثل أحد العوائق للارتقاء، وقد وصلت نسبة الأمية عند المرأة اليمنية على مستوى المناطق الحضرية نسبة 38.2% مقابل 93.5% للذكور. ألا ترى هنالك أن هنالك تعارض كبير جدا بما ذكرتي يا أخت نسيبة، حيث قلت أن 25% قوى نسائية عاملة في القطاع العام، أعارضك لأن هذه النسبة هي نسبة القوى النسائية العاملة في الجمهورية اليمنية بكافة المهن، سواء خاص أم عام أو حتى مالكات مشاريع كما ذكرت سابقا. ثم أنك قلت 9 ملايين مستفيد من قبل الصندوق الاجتماعي لعام 2005، تعارض النسبة التي تقول بأن نسبة الفقر تجاوزت 38% على مستوى الوطن اليمني. المرأة قطعت مشوار طويل وكانت تطمح لنيل حقوقها. نحن لم نأتي من المقارنة بين ما قبل الحرب وفترة الحرب، نحن أتي لنثبت أن المرأة لم تتمكن اقتصاديا في فترة ما قبل الحرب. المرأة كانت مهضومة الحقوق، المرأة لم يكن لديها كافة الحقوق، لم تكن لديها الحرية المطلقة. المرأة فقط نحن نراها في المجتمع اليمني ربة منزل أو زوجة فقط لا غير، نحن نراها سواء كذلك. عن أي وضع أفضل قبل الحرب تتحدثون؟ الحرب لم تتوقف منذ العقدين الماضيين إلى حد هذه الفترة، نحن نمر بحروب تتلوها الحروب، لم يتوقف الحرب. وشكرا لكم. شكرا للمعارض الأول محمد الشرجبي. ننتقل للتفنيد من المؤيد الثالث أنور محمد، خلال 3 دقائق يقدم لنا تفنيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي رئيس لجنة التحكيم، الأخوة الأعضاء، زملائي فريق الموالاة وزملائي فريق الضد، الجمهور الكريم، حياكم الله. قبل أن أبدأ بتفنيد ما قالته زميلتي المتحدثة الثالثة فريق المعارضة، إني أؤكد وأؤمن أن وضع المرأة كان أفضل قبل الحرب. هذه الأطروحة التي تكلم عنها المجلس، أولاً سأبدأ بتفنيد ما قالته زميلتي بأننا نختصر قصص النجاح المتواجدة معنا هنا، لكن رأينا أن المرأة هي شاهد وأنها واقع.